الشركة العائلية سرها وسر نجاحها بأن تفصل بين العائلة، مش تمنع العائلة تشتغل، لا، أنا الله منعم علي إنه أولادي يشتغلوا معي، ما عندي مشكلة، ولكن علاقتهم معي علاقة في الشركة علاقة عمل. يعني أتمنى إنه ابني يوم من الأيام يقول لي بابا، ما بقول لي إلا معلمي أو سيدي، لأني رئيسه. في صفتين في العمل، في صفة العائلية هاي بتخليها برا، هذا في العلاقة، والصفة الثانية اللي هي صفة العمل هذه بتيجي بالهيراركي تبع الشركة كأي موظف آخر، ويسري عليه نفس الأنظمة والقوانين. الشركة العائلية حتى تستمر واستمرت في العالم هي التي استطاعت أن تفصل حقوق الملكية أو رأس المال عن الإدارة. الشركات العائلية كلها التي ما زالت على قيد الحياة هي لأن تدار من قبل العائلة، تدار من قبل إدارات مهنية، إدارات كفاءة وليس صفة العائلة. وهذا من مصلحة العائلة، لأن لما بجيب إدارة كفأة معناته أنا كمالك بكون لمصلحة ربحي. أما أحط واحد فاشل لأنه من العيلة وأقول له دير الشيء لأنه حقك أنت تديره، عم بضر نفسي. فإذا كنت وساعدت العديد من الشركات في الخليج كيف تنظم الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، وذلك من خلال سر واحد، الفصل بين الملكية وبين الإدارة. الشركة العائلية مش معناته لازم تديرها العيلة، الشركة العائلية معناته أن يجب أن يكون فيها نظام وسياسة وإجراءات إدارية صحيحة، ويتولى الإدارة من هو كفء فيها، وذلك لمصلحة العائلة وليس لمصلحة وليس ضد مصلحة العائلة. يعني إذا كان أنا في يوم من الأيام هذه المؤسسة من بعدي أو من بعد أولادي أو من بعد أحفادي، تبين أنه اللي بتديرها يجب أن يكون من خارج العائلة، هذا لمصلحة العائلة. صحيفة الغد وموقع هاشتاج عربي، أنا صراحة بكلم عشان ما أطول عليكم، هي خاطرة بجزئيتين مش سؤال. الجزئية الأولى اللي بعتقد إنه الدكتور طلال أبو غزالة لما حكى إنه بيقرأ 4 ساعات كل يوم متابع إنه ببالغ، أو يعني أنا كان في تجربة شخصية بداية العام أنجزت تحقيق عن الحكومة الإلكترونية، إجاني ردود فعل سلبية من كل الجهات، لكن تفاجأت بأن التقدير بيجيني من الدكتور طلال وزارة بكتاب تقدير، كان فخر لي لأن لمست الحقيقة، لمست المشكلة والحقيقة، لمست الحقيقة. الخاطرة الثانية أو الجزئية الثانية إلها علاقة بأنه العالم العربي دكتور ما زال مستهلك للتكنولوجيا وليس منتج للتكنولوجيا، وأنا من متابعتي للمجموعة دكتور عم تشتغلوا على هذا الجانب، كيف نكون منتجين وليس مستهلكين، وفي مشروعين بجوز دكتور بسوى الشباب يسمعوا عنهم اللي هم أول حاسوب عربي بمواصفات عربية عملت مجموعة طلال أبو غزالة تاليتو، والشغل الثاني اللي هي الويكيبيديا العربية اللي هي تالبيديا اللي إن شاء الله ترى النور قريبا، وكل الشكر لك دكتور. أنا فخور فيك، أنا بحب أحترمك لأنك لست مجرد صحفي، أنت دارس، أنت رجل علم، ولما أنا قرأت تقريرك شعرت بسعادة إنه في وطني صحفي يدرس ويتكلم علم، مش بس كلام مثل أغلب الصحافة، فبالعكس الثناء هو لك. ثانيا أنا بحب أنتهز الفرصة لأذكر شيء بمجال اللي تفضلت فيه. نحن في هذا البلد يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع دولتنا. أنا دائما أقول أن رئيس وزراء أيسلندا سجن
لأنه لم يصارح الشعب بحقيقة الاقتصاد الأيسلندي، ما سرق، ما نهب، ما زور، بس كان يكذب عليهم أن الوضع كويس. هتشوف كم واحد لازم ينسجن في الأردن من اللي كل يوم بنسمع بنقرأ الجرائد بنحس أنه إحنا عايشين بالسويد أو بفنلندا. ما يحتاج هذا البلد هو الصدق في التحليل والرأي وبإيجابية. ذكرت فنلندا، أنا كنت في عشاء لدى أحد السفارات وكان موجود سفيرة فنلندا، فعم بحكي عن تجربة فنلندا بالتعليم، فقلت لها معلومة، قالت لي متأكد من اللي عم تحكي لأني أنا ما سمعت العكس. فنلندا الآن قررت أن لا تعلم الكتابة والقراءة، لأنه بتقول لك هذا الطفل الذي يأتي إلى المدرسة عم بيقرأ ويكتب بإصبعه على الجهاز، شو بدك لازم تمسكه طبشوره وتطلع على العيد والألف باب وباية. فهذا الطفل عم يدرس بإصبعه، ولغة الكتابة أصبحت لغة تقنية معلومات. وأيضا قررت فنلندا أن لا تدرس مواد، ما في مادة جغرافيا، تاريخ، حساب إلى آخره، تدرس ما تسميه فينومينا، يعني بيأخذ الاتحاد الأوروبي كظاهرة من خلاله بتدرس جغرافيا. شو جغرافيا الاتحاد الأوروبي؟ النظام، الحكم في البلاد، التاريخ، الأدباء، الفلاسفة. فموضوع بيصير موضوع أكثر تشويقا، لأن أنا كل اللي درست جغرافيا بتذكر منه ولا كلمة، ولا كلمة بتذكر من جغرافيا. أطول نهر في العالم وأقصر وأطول بناية، كله كلام لا يفيد. فنلندا اليوم، وأنت ضربت لي على جرح، فنلندا سكانها قد سكان الأردن، 7 مليون. فنلندا، وهون مسؤوليتكم شباب، فنلندا فقيرة مثل الأردن بالموارد الطبيعية، احنا أحسن منها. 9 أشهر فنلندا فيها ثلج وما في الشمس، احنا الله منعم علينا بالشمس. الناتج القومي جي دي بي في الأردن 30 مليار، الناتج القومي في فنلندا 180 مليار. ليش؟ لأن كما تفضلت فنلندا تنتج المعرفة ونحن نشتريها. الثروة في المستقبل وحاليا، حاليا أغنى أغنياء العالم هم عمال معرفة الذين صنعوا اختراعات من ستيف جوبز لزوكربيرغ لغيره. بلاش نقول هذول الكبار، خلينا ناخذ على أدنى. أوكرانيا في ولد، في شاب بيشتغل في مطعم، والحرب دائرة بين أوروبا وأمريكا على أوكرانيا. هذا الولد اسمه يانكوم، اخترع نظام اللي انتم بتعرفوه اللي اسمه واتساب، وضعه لجوجل ب 13 مليار. 13 مليار يعني أكبر من موازنة الأردن الحكومية، يعني نص الناتج القومي الأردني، اختراع واحد. هذا هو المستقبل، وما لنا بديل عن ذلك، ولا نستطيع أن نبني اقتصادنا ونحل مشاكلنا المالية والديون والعجز والفقر والبطالة إلا من خلال الاختراعات الرقمية، الاختراعات المعرفية. فإذا واحد بقول لي شو أشتغل، أريدك أن تصبح بيل غيتس، أن تقوم باختراع معرفي. الاختراع المعرفي هو الثروة لمن يريد أن يصنع الثروة. ولذلك أنا بقول لك إحنا مثلا عندنا في مؤسستنا أكثر من 48 اختراع بروجرام. الاختراع ممكن أن يكون بعدة أشكال، بس كمبيوتر بروجرامز إحنا اخترعناها لاستعمالنا، وهي اللي خلتنا أن نتفوق على منافسينا.